السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا أصدقائي، أنا صديقكم سمسم. لقد اشتقت إليكم كثيرا. هل أعجبتكم حكايتي؟ اليوم سوف تحكي لكم الأستاذة حكاية جميلة من حكاياتي. إذن أعزائي، حصتنا اليوم ستكون في مكون الاستماع والتحدث، حيث سأحكي لكم اليوم حكاية جميلة من حكايات سمسم كما قال. وحكايتنا لهذا اليوم ستكون بعنوان مماس. إذن صغاري، هيا لنتعرف الأهداف المتوخاة من هذا الدرس. من بين الأهداف التعبير عن المشاهد المعروضة، تعرف المضمون العام للحكاية من خلال سماعها. إذن صغاري، هل أنتم مستعدون للحصة؟ إذن فلنبدأ على بركة الله. وأول نشاط نبدأ به حصتنا هو ملاحظتكم لهذه المشاهد. لاحظوا صغاري المشهد الأول، ماذا تلاحظون؟ ما هذه؟ نعم، أقلام ملونة. وهناك ما هذه؟ ورقة وقلم الرصاص. إذا لاحظوا معي المشهد الثاني، هناك أقلام ملونة، لاحظوا ماذا رسم على الورقة ومن رسم هذا الرسم. هناك قلم الرصاص، ممحات، مسطرة. نعم، لاحظوا معي المشهد الثالث، من ظهر بالصورة يا أطفال؟ القرد سمسم. لاحظوا معي كيف أصبحت الورقة. إذن صغاري، من خلال هذه المشاهد ترى حول ماذا سوف تتحدث حكايتنا. هذا ما سنعرفه من خلال الاستماع للحكاية. إذن صغاري، أنصتوا جيدا لحكايتنا. عاد سمسم إلى المنزل مساء، تناول عشاءه وأنجز واجباته المدرسية، نظف أسنانه وذهب لينام. تذكر أنه لم يضع أدواته في المحفظة، ولما عاد إلى مكتبه سمع ورقة بيضاء تشتكي لأختها وتقول لها: لماذا نحن الأوراق البيضاء لنا نفس الشكل ونفس المنظر؟ كل الأدوات المدرسية لها ألوان وأشكال تميزها، ألا يمكن أن نتغير؟ ردت عليها الورقة: اذهبي عند صديقنا قلم الرصاص واسأليه لعله يساعدك. ذهبت الورقة البيضاء عند قلم الرصاص وأخبرته بسبب حزنها، فقال لها قلم الرصاص: أنت جميلة بهذا اللون الأبيض، لكن أستطيع أن أغير شكلك إن وافقت على ذلك. ردت عليه الورقة بفرح: هيا غير شكلي. رسم قلم الرصاص وجها على شكل دائرة، له عينان واسعتان وأنف وفم مبتسم وأنف بارز، ثم قال لها: ما رأيك الآن؟ قالت الورقة: يا إلهي، لقد تغير شكلي، شكرا لك أيها القلم، ولكن هل يمكنك أن تجعل منظري أحسن؟ قال لها قلم الرصاص: اذهبي عند الأقلام الملونة واسأليها لعلها تساعدك.
ذهبت الورقة عند الأقلام الملونة وأخبرتها بقصتها. ضحكت الأقلام وقالت للورقة: ما هو اللون الذي تفضلينه؟ أجابت الورقة: أحب لون البحر في الصيف ولون الشمس في الشتاء. لونت الأقلام الملونة الوجه بالأصفر ولونت العينين بالأزرق، ثم قالت للورقة: أيتها الورقة الجميلة، بعد اليوم سنناديك مماس. نظرت الورقة إلى وجهها ففرحت كثيرا بشكلها الجديد، وقالت للأقلام: شكرا جزيلا أيتها الأقلام الملونة، بفضلك صار منظري أحسن ولوني أجمل وتبدل حزني سعادة. سمع سمسم حديث الورقة فقال لها: وأنا سأزين بك غرفتي، سأضعك في إطار وأعلقك على الجدار. إذن صغاري، بهذا نكون قد أنهينا قصتنا لهذا اليوم. هل أعجبتكم القصة يا أطفال؟ لا تنسوا أن تعيدوا الاستماع للحكاية للإجابة عن بعض الأسئلة التي سوف أطرحها عليكم في الحصة الثانية من حكاية مماس. إلى اللقاء يا أطفال.